بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العلمي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم جميعا الى درس جديد. وهذا الدرس هو جدا مهم ويتكلم عن المستقيمات المقاربه للدواله الكسريه. مستقيمات مقاربه لمن؟ للدواله الكسريه. المستقيمات المقاربه هي ثلاثه انواع من المستقيمات المقاربه للدواله الكسريه. طبعا النوع الاول مستقيمه مقاربه للدواله الكسريه قسمناها الى ثلاثه انواع. رقم واحد المستقيم المقارب الراسي، وهذه معادلته س تساوي الف، بحيث ان الالف ينتمي لها. هذا النوع الاول مستقيم مقارب راسي، ومعادلته س تساوي الف، والالف عدد ينتمي لها. النوع الثاني هو المستقيم المقارب الأفقي، وهذه معادلة ص تساوي لام، واللام ينتمي لها. إذا الرأسي س يساوي عدد حقيقي، والأفقي ص يساوي أيضا عدد حقيقي. أما النوع الثالث فهو المستقيم المقارب المائل، والمستقيم المائل يجمع بين السين والصاء. هنا السين لحالها، هنا صاء لحالها، هذا المائل معادلته صاء تساوي ألف سين زائد باء. إذا لاحظوا أنه جمع بين الصاء والسين، بحيث أن الألف والباء ينتمي إلى حاء. الألف والباء تنتمي إلى حاء، يعني ممكن الألف والباء يكونوا موجبات، ممكن يكونوا أيش؟ سالبات. إذا هذا ثلاثة أنواع للمستقيمات المقاربة، ثلاثة أنواع. إما رأسي معادلته س تساوي عدد حقيقي، أو أفقي معادلته ص تساوي أيضا عدد حقيقي، أو مائل ومعادلته ص تساوي ألف س زائد باء. طيب المستقيم الرأسي إما يوازي محور الصادات، يا إما يوازي محور الصادات أو ينطبق على المحور. إذا المستقيم الرأسي يا إما إنه يوازي محور الصادات، يا إما ينطبق على محور الصادات. بينما المستقيم الرأس الأفقي إما يوازي محور السيناء أو منطبق على المحور، يعني اللي هو السيناء. إذا يا إما يوازي محور السيناء يا إما ينطبق عليه. الرأسي يوازي الصادات أو ينطبق على الصادات. أما الأفقي فهو إما يوازي محور السيناء أو ينطبق عليه. وإحنا عارفين أن التطابق حالة خاصة من التوازي، وهذا الشيء من صف أول ثانوي. أما المستقيم المائل فهو لا يوازي السيناء ولا يوازي الصادات. طيب ايش في هذا الحاله؟ يقطع محوري السينات والصادات، يعني يقطع محور السينات ويقطع محور الصادات. طبعا يقطع محور السينات والصادات اكيد في رياض. هذا ثلاثة انواع المستقيمات. انتهينا. الان نجي نشرح كل مستقيم الحاله. المستقيم الراسي اذا نشت اوجده لازم حاجتين. المستقيم الراسي لازم شيئين. إذا كان رقم واحد، إذا الرأس له شرطين. رقم واحد مجموعة تعريف الدالة تساوي ح ما عدا ألف. طبعا الألف هذا عدد. إذا مجموعة تعريف الدالة تساوي ح ما عدا ألف. وكان شوفوا شرطين للرأس. الشرط الأول أن مجموعة تعريف الدالة تساوي ح ما عدا ألف. الشرط الثاني أنه نهاية الدالة عندما السين تسعى إلى الألف يا زائد يا ناقص ما لا نهاية. إذا تحقق لكم هذا الشرطين، إذا تحقق إنه مجموعة التعريف ح ما عدا الألف، طبعا الألف هي أسفار المقام، هذا معروف لأن احنا نتكلم عن دول كسرية.
وكانت نهاية الدالة عندما السين تسعى إلى الألف تساوي زائد أو ناقص ما لا نهاية. إذن سين يساوي ألف هو مستقيم مقارب رأسي. يعني باختصار المستقيم الرأسي هو أصغر المكان. باختصار يعني المستقيم الرأسي هو أصغر المقام. هذا بالنسبة للرأس. إذا المستقيم الأفقي لحالته له شرطين. رقم واحد إنه درجة البسط أصغر أو تساوي درجة المقام. درجة البسط طبعاً نعرف الدرجة. الدرجة يعني القوى حق السين. في درجة البسط بتكون أصغر أو تساوي درجة المقام. والشرط الثاني إنه نهاية الدالة عندما السين تسعى إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. شوفوا هنا النهاية السين تسعى إلى ألف. هنا النهاية السين تسعى إلى ما لا نهاية. هنا كان يساوي زائد أو ناقص ما لا نهاية. هنا عندما السين تسعى إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية يساوي لكم عدد لا. وهذا لا اتفقا إلى أن ينتمي إلى حاء. إذا حالتين أو شرطين للمستقيم الأفقي. الشرط الأول أن تكون درجة البسط أصغر أو تساوي درجة المقام. والشرط الثاني أن تكون نهاية الدالة عندما السين تسعى إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية تساوي عدد. هذا عدد لا. إذا في هذا الحالة إذا تحقق الأول وتحقق الثاني هذا نسميه مستقيم مقارب أفقي. إذا ص تساوي لا وإحنا اتفقنا اللام منو؟ اللام هو النهاية حق الدالة. عندما السين تسعى إلى ما لا نهاية اللام هو النهاية. إذا عندنا ص تساوي إلى مستقيم مقارب أفقي. أما بالنسبة للمستقيم المائل فإذا له شرطين. لاحظوا شرطين. الرأسي مجموعة التعامل عدد والنهاية تساوي زائد ناقص ما لا نهاية. هنا درجة البسط أصغر وتساوي درجة المقام والنهاية تساوي عدد. وهذا العدد هو المستقيم الأفقي. إذا له شرطين. الشرط الأول أن تكون درجة البسط أكبر. أنا قلنا أصغر شوي هنا أكبر من درجة المقام بمقدار واحد. يعني أن الفرق بين القوى حق السين التي في البسط والقوى حق السين التي في المقام واحد. يعني البسط درجة ثانية المقام درجة أولى. البسط درجة ثالثة المقام درجة ثانية. إذا لازم تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام بمقدار واحد فقط. والبسط لا يختصر مع المقام. يعني ما ينفعش يختصر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عندما السين تسعى إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. فالصاد لازم تسعى إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. عندما السين تسعى إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. فإن الصاد تسعى إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. يعني باختصار لازم تكون النهاية يا موجب يا سالب ما لا نهاية. هذا الشرطين. إذا صاد تساوي ألف سين زائد باء هو مستقيم مقارب مائل. والمستقيم المقارب المائل إذا إحنا نشتي نرسمه لازم في البداية نعمل جدول. أنا ما نعملش جدول لأنه قيمة الصاد عدد. أنا ما نعملش جدول لأنه قيمة السين عدد. أنا لازم تسوي جدول. وهذا الجدول هو سين وصاد. نختار قيم السين ومن خلال قيم السين نطلع الصاد. لذلك قلنا يقطع محوري السين والصاد. يعني مثلا نختار قيم السين واحد ثلاثة سالب واحد صفر أي قيم ولا اثنين أربعة أي قيم نختارها للسين ونعوضها بين بالصاد. أي قيم نختارها للسين نعوضها عن طلع الصاد. إذا المستقيم المائل ما نرسمش عشوائيا وإنما يجب أن نعمل جدول. وهذا الجدول بيتكون من سين وصاد. نأخذ السين نعوض عن السين. هذا عندما نعوض عن قيمة السين نطلع قيمة للصاد. إذا اخترنا قيمة للسين هيطلع قيمة للصاد. اخترنا ثلاث قيم للسين هيطلع ثلاث قيم للصاد وهكذا. في معنى حاجة بسيطة جدا. مش احنا قلنا أن المستقيم الرأسي يا إما يوازي محور الصادة يا إما ينطبق عليه. طيب متى ينطبق على محور الصادة؟ هذا أعطوه حل. المستقيم الرأسي ينطبق على محور الصادة عندما السين تساوي صفر. يعني إذا أصفار المقام ص
صف. إذا كانت السين تساوي صف فإن المستقيمة الرأسية ينطبق على محور الصادات. طيب المستقيمة الأفقي ينطبق على محور السينات، هذا متى ينطبق على الصادات؟ عندما السين تساوي صف. طيب هذا متى ينطبق على السينات؟ عندما الصاد تساوي صف. هذا بالنسبة ليش؟ للثلاثة أنواع من المستقيمات اللي قلناها، رأسي وأفقي ومارد. ويا ريت إنه نركز على الشروط التي موجودة، هذا الرأسي وهذه الشروط الأفقي وهذه شروط المارد. إن شاء الله في معنا ملاحظات مهمة جدا بنجيبها الآن بعد ما نمسك السطورة، بنجيب ملاحظات مهمة جدا، وبعد الملاحظات نأخذ أمثلة على كيفية تحديد يا أما مستقيم رأسي يا أما مستقيم أفقي يا أما مستقيم إيش مارد، إن شاء الله بعد ما نمسح السطورة. طيب الملاحظات اللي قلنا عليها نتكلم عنها الآن، وهذه ملاحظات مهمة جدا، وكل ملاحظة أتكلم فيها وجدنا عليها أمثلة توضيحية، أمثلة بنفس اللحظة على الملاحظة. الملاحظة الأولى تقول إذا كانت مجموعة تعريف الدالة تساوي ح، يعني جمعكم دالة كسرية زي هذا، هذا الدالة الكسرية 2 على س تربيع زائد 4، هذه مجموعة تعريفها ح لأن المقام مستحيل يتصفر، س تربيع زائد 4 هذا ما يتصفرش، هذا لا يمكن يساوي صفر، يعني هنا مجموعة تعريف الدالة تساوي ح. هذا اللي فيه دوال كسرية. بعض الطلاب والطالبة للأسف الشديد، للأسف الشديد البعض من الطلاب والطالبة يفكر إنه دائما المقام لازم يتصفر، وهذا الكلام غلط. هذا اللي بيفكر إن المقام يتصفر يبعد هذا الفكرة من الناس. أحيانا المقام ما يتصفرش، وهذا واحد منهم، وهذا الكلام أيضا أخذته في صف ثاني ثانوي. إذا كان المقام مثلا س تربيع زائد 4 مستحيل يتصفر، إذا في هذا الحالة مجموعة تعريف الدالة ما يتحا. طيب نشوف إذا كانت مجموعة تعريف الدالة تساوي ح، إذا لا يوجد للدالة الكسرية مستقيم مقارب رأسي، لأن الرأسي هو أصفار المقام، لكن المقام هذا ما صفرش، هذا الملاحظة الأولى. إذا كانت مجموعة تعريف الدالة الكسرية ح، فإن الدالة ليس لها مستقيم رأسي. انتهينا من الأول. طيب تعالوا نشوف الملاحظة الثانية. بتقول لي الملاحظة الثانية، الملاحظات هذه ضرورية، بيجوا منها أسئلة تدخل في الامتحانات، انتبهوا. إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقاء زي هذا، يجي لكم ص تساوي ص ولا دال س؟ دال س تساوي 2 س تربيع زائد 3 على س ناقص 5. هذا البسط من الدرجة الثانية، والمقام من الدرجة الأولى، يعني من البسط أكبر من المقام، درجة البسط أكبر من درجة المقام. إذا لا يوجد مستقيم أفقي، لما تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام فما فيش مستقيم أفقي. طيب هذا الملاحظة رقم 2. أما الملاحظة الثالثة العكس، إذا كانت درجة البسط أصغر أو تساوي زي هذا الدالة، دال س يساوي س ناقص 3 على س تربيع نقول ناقص 4. لاحظوا البسط هنا من أي درجة؟ الأولى، والمقام من الدرجة الكام؟ الثانية. إذا في هذا الحال درجة البسط ما لها أصغر من درجة المقام، إذا لا يوجد مستقيم مائل، لا يوجد مستقيم مائل، يوجد أفقي بس المائل ما يوجد. هذا بالنسبة للملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، والملاحظة الرابعة جدا جدا مهمة وضرورية، بتساعدنا في حل بعض الامتحانات الوزارية. إذا كانت دالة س، يجيب لكم دالة، وهذا الدالة عبارة عن قاف س، أين قاف س الدالة؟ زائد بسط المقام، البسط ها س والها س دالة، والمقام را س أيضا دالة بشرط المقام لا يساوي صفر. دال س تساوي قاف س زائد ها س على را س، والرا س لا يساوي صفر، معناها أنا حالتين. الحالة الأولى الدالة قاف س هذه،
الدالة قاف س تحتوي على المتغير س. الدالة قاف س تحتوي على المتغير س، وهذا المتغير يكون من الدرجة الكام الأولى، يعني إن قاف س معاها متغير اللي هو س ويكون من الدرجة الكام الأولى. إذن ص تساوي قاف س هي معادلة مستقيمة، هي معادلة مستقيمة. مثلا تعالوا شوف، كتب لكم هذا س زائد واحد زائد اثنين س على س زائد أربعة. هذه قاف س، هذه قاف س، قاف س تساوي س زائد واحد. طيب قاف س هي س زائد واحد، هل قاف س تحتوي على متغير؟ أكيد. وهذا المتغير من أي درجة؟ الدرجة الأولى. فبالتالي في كل الملاحظة هذا، إذا كانت الدالة قاف س تحتوي على المتغير س وهذا المتغير من الدرجة الأولى، إذن هذه س زائد واحد هي معادلة مستقيمة. هي معادلة مستقيمة إيش؟ مائل. مثال ثاني غير هذا المثال، اعمل لي دال س تساوي 2 س ناقص 7 على 6 ناقص 3 س، جد لي دالة. طيب لو نسأل سؤال، هنا من يبقى س؟ القاف س هي 2 س، قاف س تساوي 2 س. المتغير موجود ولا لا؟ أكيد المتغير موجود اللي هو الس، والس من الدرجة الأولى ولا لا؟ أكيد الس من الدرجة الأولى. إذا نقول هنا ص تساوي 2 س هي مستقيم مائل. هذا بالنسبة للحالة الأولى. إذا الحالة الأولى إذا ظهرت الس والس من الدرجة الأولى سموها مستقيم مائل. لو غيرت حاجة واحدة بس، خلي المثال على ما هو، وكتبت بدل 2 س 2 س ترتيع، هذا قاف س من 2 س ترتيع صح؟ لاحظ ان انا غيرت الدرجة بس. هنا يا ثالث ثانوي علمي المتغير موجود، اكيد المتغير موجود، بس المتغير هذا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية؟ هنا المتغير درجة ثانية. إذا هنا قاف س ليست اللي هي 2 س تربيع، قاف س اللي هي تساوي 2 س تربيع ليست معادلة مستقيم مائل، لأنه دائما المستقيم المائل بيكون المتغير أسه واحد، المتغير دائما يكون من الدرجة الأولى. فهذا لو تقول لو نقول مرة أخيرة المتغير ظهر، أكيد ظهر، ولكن المتغير هنا من أي درجة؟ من ليست من الدرجة الأولى. عندما يكون المتغير درجة ثانية، درجة ثالثة، درجة رابعة، فهذه لا تسمى معادلة مستقيم مائل. نجي إلى اللي بعدها. إذا هذه شرحناها وتكلمنا وقلنا السين تظهر، السين تظهر بس لازم تكون السين من الدرجة الأولى، عندما تظهر السين من الدرجة الأولى نسميها مستقيم مائل. إذا ظهرت السين وليست درجة أولى فهي لا تسمى مستقيم مائل. طيب الحالة اللي بعدها، الدالة قاف س هذه هي دالة ثابتة. أقول طالب كيف دالة ثابتة؟ هكذا عمل لكم دالة س يساوي 2 زائد 6 ولا 5 س على 6 تربيع ناقص 1. هذه قاف س. القاف س كم؟ 2، والاثنين يعتبر عدد ايش؟ ثابت. إذا كانت الدالة قاف س هي دالة ثابتة، إيش معنى ثابتة؟ الثابتة يعني لا تحتوي على متغير، ما فيش متغير عندنا الاثنين. إذا إيش؟ قاف س للاثنين، قاف س ليست معادلة مستقيم مائل. لماذا ليست معادلة مستقيم مائل؟ لأن المتغير ما ظهرش. ظهر عدد ثالث. هذه هي ملاحظة مهمة جدا، ويا ريت نركز عليها لأنه
في بعض التمارين الوزارية أكيد تدخل يجيب لكم دالة ويجيب لكم دالة كورة بهذا الشكل. أنتم تشوفوا للمرة الأخيرة إذا كان الذي موجود هنا يحتوي على متغير وهذا المتغير من الدرجة الأولى إذا نسموها معادلة مستقيم مائل. إذا كان اللي موجود هنا ثابت أو متغير ليس من الدرجة الأولى فلا تسموهاش مستقيم مائل. الآن نأخذ أمثلة على المستقيمات الثلاثة.